لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تسابقا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطع وذا في كربلا يا موزع الأشلاء ملقا على حر الصعيد متوسدا حرارة الرمضاء في فتية بيض الوجوه وضائي خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء، أصواتها بحت أصواتها بحت وهن نوادب يندبن قتلاهن بالإيماء. مرت كل واحدة على عزيزها فهذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، ولوساعة القشرة يوم مروا بالمذابيع كلهم عرايا والستار من سافير
ومن الحزن زينب تقوم هنا بنطيق وتصيح شاب الراس من عظم الرزية ورمل على الجاسم هوات تلطم صدره تنادي عروسك بن سعاد يا بني أسره وانت طريح جثتك محد قبره مدلل يا عقلي وعثرات تبقى رمية وقاسمه قالها بلسان الحال صبري وودعي جمعي وسادة من الترايب والسدين يا والد شقي ضريح ولحدي قالت شبيدي والعدو دل المطية والد قل يا ابني يا ابني يا ابني ضعيف وذوب قلبي مصابك والله مصابك بعدك شباب وما تهنيت بشباب اي عريس يا ابني ومن دم نحراك اخضابك تقل ولا مال ولا مال ردتك ما رد الدنيا ولا مال اتحضرني لو وقع حملي ولو مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابن قطعي اقطعي آه وقاسمه وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة حول معنى أوهن البيوت، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن تكون البيوت هي أوهن البيوت، يعني مصابة بالضعف ومصابة بالخلل. أولا الآية الشريفة ما يستفاد منها أنها بيّنت النتيجة التي تكون لكل فاسد ولكل ظالم
ولكل إنسان يعيش الأنانية في حياته أنه سينتهي أمره إلى الخسران والفشل في هذه الحياة بل في الدنيا والآخرة. وسبب هذا الفشل وسبب هذا الخسران لأنهم سلكوا طريق غير الطريق الذي أراده الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله، يعني كان طريقهم غير الطريق الذي رسم لهم من قبل الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. وجاء بمثال، وعادة لما يجي القرآن الكريم بهذه الأمثال يقول تعال طبق هذا المثل على أرض الواقع. أنت إذا تجي إلى بيت العنكبوت، ليش؟ جت الآية الشريفة لتتحدث عن بيت العنكبوت وقالت هو أوهن البيوت. تقول لأن هذا البيت لو جئت إلى بنائه مع أنه يبنى بخيوط، إذا جئ إلى العلم الحديث يتحدث عن خيوط العنكبوت يقول لها ميزات. هذه الخيوط اللي تلاحظها تنسج لبناء بيت العنكبوت، وإذا لها ميزات. الخيط الواحد وإذا مع دقته إلا أنه أقوى من الفولاذ الحيوي مع دقة هذا الخيط. أيضا هذا الخيط وإذا هو يتميز بأنه قمة في الحرير. الأمر الآخر أن هذا الخيط يستخدم في أمور يحتاج إليها الإنسان، سيما فيما يتعلق بالعمليات الجراحية من خيط العنكبوت. إلا أنه مع ذلك مع ما فيه من هذه الميزات، إلا أنه أولا في الجانب المادي لا يؤدي الغرض، مع أن هناك الحشرات الحيوانات عدها بيوت، لكن بيت العنكبوت مع ما في هذه الخيوط من خصوصية إلا أنه بالنتيجة هذا البيت لا يقي من فيه لا من حر ولا من برد ولا من مطر ولا من هواء، ما منه فائدة على المستوى المادي. وكذلك على المستوى المعنوي، على المستوى المعنوي شنو في داخل هذا البيت؟ وإذا العنكبوت ماذا تصنع على مستوى معنوي؟ تكون لها التسلط، هذه الأنثى تتسلط على هذا الذكر، يؤدي الأمر بالنتيجة إلى أنها تقدم على قتل ذكرها، بل وتقدم على قتل صغارها. وإذا صارت عملية الإخصاب في هذا الكيس الذي يكون فيه الإخصاب للعناكب، وإذا بمن يبقى يكون هناك حالة من الاقتتال، كل واحد يريد النجاة لنفسه من ذكور ومن إناث، فيعمل كل واحد كما صنعت الأم بالذكر، يعمل كل واحد على أن يقدم على القضاء على الآخر من أجل حياة نفسه، ومن يبقى منهم يعيش حالة من العداء في داخل نفسه، ويتكرر هذا الأمر. الله عز وجل إجا يضرب للإنسان مثل من خلال هذه الحياة، يقول لاحظ أوهن البيوت هو بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يقول هذا تجي والطبقة أنت على أرض الواقع في حياتك اليومية. حياتك اليومية في وين؟ تعال إلى الأسرة.
الله سبحانه وتعالى رسم طريق لإنجاح هذه الحياة الأسرية. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. ليش؟ قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أساس هذه الحياة المفترض أن يكون فيها الانسجام، المحبة بين الطرفين، كل فرد يعمل على إكمال الفرد الآخر، يسعى كل واحد منهم إلى الكمال. فالزوجة ترى كمالها وسعادتها في إسعاد زوجها، والزوج يرى كماله وسعادته في إسعاد زوجته، والزوج والزوجة يروا كمالهم وسعادتهم في إسعاد أولادهم من خلال توفير الأجواء والبيئة المناسبة لهم من أجل أن يتكاملوا. لكن ما لو كان هذا الأمر خلاف لما أراده الله، لو صارت الحياة الزوجية خلاف ما أراده الله عز وجل، بحيث انقلبت الموازين، بدل أن يكون الانسجام والمحبة بين الزوجين يكون العكس، يكون حالة العداوة، بحيث كل واحد يريد يتغلب على الآخر ويبرز نفسه على الآخر، كانت النتيجة أن هذه الحياة من الأساس فاشلة لا قيمة لها. أحدهم دخل على رسول الله محمد قال لي: يا رسول الله، إن لي زوجة وأنا ما أدري شلون أكافئ هذه الزوجة. هذه الزوجة من جملة ما فيها من صفات أنها إذا أردت الدخول إلى الدار استقبلتني، وإذا أردت الخروج من داري ودعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: مما همك؟ فإن كان همك لأمر من أمور الدنيا فإن الله عز وجل قد ضمن لك الرزق، وإن كان همك لأمر الآخرة، يعني تقول له: تعال احنا ما رايحين نحملك فوق طاقتك وما لا تطيق، فإن كان همك لأمر من أمور الدنيا فإن الله عز وجل قد ضمن لك الرزق، وإن كان همك لأمر الآخرة زادك الله هم. يعني ما دام أنت تسعى لنفسك ولنا إلى الكمال والقرب من الله، إحنا محتاجين إلى هذا، أجواء اللي توفرها لنا أجواء الإيمان محتاجين لها. فيا رسول الله، مثل هالزوجة هذه ما هو ثوابها وكيف مكافأتها؟ قال: لا، بشرها في الجنة، بشرها بالجنة، ترى هذه من عمال الله، من النساء اللواتي يعملن لله. زين، شو اللي خلى هذه الزوجة تكون هكذا مع زوجها؟ لأن هم لابد أنه المقابلة كانت من الزوج مقابلة جيدة. فحينما يقابل الزوج زوجته بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، المفترض من الطبيعي أن تكون المقابلة هكذا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فرسول الله محمد اللهم صل يقول بأن الكلمة، كلمة تصدر من هذا الإنسان لزوجته، كلمة الزوج لزوجته: إني أحبك لا تذهب من قلبها، بحيث هذه تستحضرها في كل خلل يكون بينها وبين زوجها. لو لا سمح الله صارت في بعض الأحيان يمكن هذا الزوج مزاجه مو رايق ومو جيد، فقابل الزوجة
بمقابلة خشنة، تعامل معها بمعاملة سيئة، هي ما تستحضر إلا هالكلمة. هذه الكلمة تستحضرها بحيث تخلي هالكلمة هي اللي فيها التغلب على هذا الأمر، فكل ما صار حالة من عدم الانسجام وصار أكو هناك خلل، سعت إلى أن ترمم هذا الخلل وأن تصلح هذا الأمر من خلال هذه الكلمة التي صدرت من زوجها. فأساس هذه الحياة المحبة بين الزوجين. أيضا الأمر الآخر أنه حينما تكون هناك عقلية راجحة بين الزوجين، ترى اجي هذه الزوجة صحيح وإن كان هذا الزوج فقير وهي أغنى منه، وإن كان هو من حيث الجانب والكفاءة العلمية هي أفضل منه، لكنها تسعى لكمال زوجها، تسعى لكمال، ما يوم من الأيام تشوف أنها هي الأفضل، لأن هذه صاحبة عقلية راجحة ناجحة. والعكس يمكن تجيك زوجة وإذا كل ما يصير بينها وبين زوجها أبدت ما لديها من كفاءة، ترى أنا أفضل منك، أنت لو ما أنا من النساء اللي قبلت بك من اللي تقبل بك، فأنا أفضل وأنا أحسن. فلاحظ هناك صنف من النساء وإذا بها ترى بأنها هي الأفضل والأحسن، وصنف من النساء لا، هي تسعى إلى كمالها وكمال زوجها من خلال معاملتها. لهذا لما يكون حالة من التسلط من قبل الأنثى، لأن الآية الشريفة تقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بحيث هذه الأنثى كانت متسلطة على هذا الذكر، أدت بالنتيجة إلى القضاء على حياة هذا الذكر وإلى القضاء على حياة أولادها وبناتها. فلو كانت هذه الزوجة متسلطة بحيث أن هذه الأنثى دائما تبرز نفسها، ما أعطت لزوجها المقام والمكانة، وله أيضا، مع أن الله عز وجل يقول الرجال قوامون. شلون يعني قوامون؟ يعني الذكر أفضل من الأنثى؟ لا، يمكن هذا اللي عند الفهم الخاطئ لهذه الآيات دائما يقول ترى أنتم كمسلمين عندكم هذا التوجه، لا، إنما الله عز وجل يقول أنا أردت أن تنتظم هذه الحياة. فمن الأساس أنت يا الزوج كيف تتعامل مع هذه الزوجة؟ ترى إليش وظيفة وإلي وظيفة في البيت، أنا أقوم بما يجب علي وأنت يجب أن تقومي بما يجب عليك. فإذا كل واحد عرف دوره من الزوجين انسجمت هذه الحياة. لكن لو صارت لا، هذه الزوجة هي المتسلطة، أدى إلى أنه فشل الحياة بينها وبين زوجها، بل وأدى أيضا إلى أن هؤلاء الأولاد يتربون على مثل هذا الأمر. لهذا تشوف هذه البنت راحت إلى بيت زوجها هم أخذت ما تربت عليه من تلك البيئة، وهذا الولد أيضا وإذا أخذ ما تربى عليه من تلك البيئة، شاف أبوه إذا دائما يهمش هذه الزوجة ولا يعطيها أي أهمية، وشافت البنت هذه الأم وإذا هي متسلطة دائما على أبيها أرادت أن تأخذ بنفس النمط، النتيجة أدى إلى فشل هذه الحياة. ولهذا ورد في الخبر الشريف كما هو عن إبراهيم الكرخي دخل على الإمام المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وكان يتحدث له عن هذه الحياة، حياتي أنا، قال لا يا ابن رسول الله إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافق، زوجتي راحت ماتت وقد هممت أن أتزوج، فقال لي انظر
أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك؟ من هذا الشخص اللي يستاهل؟ ابحث، شوف الكفاءة وين. الكفاءة صحيح الدين مهم، لكن هم لابد أن تلاحظ كفاءة يمكن تصير هذه المرأة صاحبة الثروة. تعال، وإذا ما أكثر هالمشاكل، ما دام هي صاحبة الثروة ما محتاجة إلى زوج. تعال أنت الآن كم تريد، أروح أخلع في أمان الله. وفي المقابل إذا أردت أن تتحرري من هذه الحياة كم تعطيني؟ صارت حياة متاجرة بين الزوجين، بدل أن تكون حياة الانسجام صارت حياة المتاجرة بين الزوجين. الإمام عليه السلام يقول له انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك. يمكن يصير عدم انسجام بين الزوجين، لكن بالنتيجة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا وإذا صار هذا الأمر حافظ كل منهما على حياة الآخر وأسرار الآخر. صحيح انفصلت عن زوجها، لما يسألوها ما هو سبب هذا الانفصال، والله يمكن أنا ما كنت زوجة صالحة له. ما راحت تقول ترى هذا الزوج ما فيه وفيه، لا، وهو كذلك حافظ على هذه العشرة وحافظ على الأسرار التي كانت بينه وبين زوجته، فحافظ كل منهما على حرمة الآخر. هنا الإمام يؤكد على هذا الأمر، انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لابد فاعلا فبكر تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق، واعلم أنهن كما قال، ترهم أصناف النساء، ألا إن النساء خلقن شتى، فمنهن الغنيمة والغرام، ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه، ومنهن الظلام، فمن يظفر بصالحهن يسعد، فمن يظفر بصالحهن يسعد، ومن يغبن فليس له انتقام، وهن ثلاث، فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، تحافظ عليه دائما، ترفع من معنوياته. والصنف الآخر، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولجاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل باليسير، كل ما تعطيها تروح. ها شلون حياتك ويا زوجك؟ والله حتى اليوم أكل ما أكل، دائما تتنكر له ولكل عطاياه. فالإمام يقول له انظر من يكون هو المطلع على حياتك. أيضا ورد في النص الشريف كما هو عن رسول الله محمد، اللهم صل وسلم، عن أبي حمزة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فقال خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها. الدليل مع بعضها، يقول هذه أكو بعض النساء تقول ما محتاجة إلى زواج، وظيفة عندي وبيت عندي، كل شيء متوفر عندي، لو كان في العزوبة خير لما قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ها فليس مني، هذا فيه كمال للإنسان سواء كان رجل أو امرأة، كمال للإنسان. فهذه تقول أنا الحمد لله عايشة وكل شيء متوفر عندي ما محتاجة إلى هذا الأمر، وهو كذلك أنا بعد هالمسؤولية ودوخة الرأس وشغلة بيت وأولاد وما شابه ذلك ومسؤولية ما أحتاج إليها. اسمع ماذا يقول رسول الله، العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها، هذه هي خير الحياة،
حياتها خير، خير حياتها أن تكون هكذا دائما، وإذا هي تبحث عن كمالها وتقول ويقول المتبرجة مع زوجها اللي دائما جمالها مو إلى الناس. شوف بعضهم يفهم أن الحب الذي يجب أن يكون بين الزوجين أنها تبرز مفاتنها إلى الآخرين، هذه مو محبة. لما يجي واحد وإذا هو يطلب منها أن تبرز مفاتنها، فأجارنا الله وإياكم، وإذا هو هذا الإنسان تزعت منه الغيرة، يريد أنه الجمال وكمالها كله تبرز إلى غيرها من الناس. قال المتبرج، أفضل النساء المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قولها، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم تكن متبذلة كتبذل الرجل. تعيش الأنوثة فقط مع زوجها، تعيش حياة الأنوثة وحياة الحشمة والعفاف والحياء للحفاظ على حرمة زوجها، على حياة بيتها. ليش؟ لأن هذه تريد أن تكون هي محل قدوة، كما أنها تريد لأسرتها أن تكون قدوة. قدوة لمن؟ قدوة لكل الناس. لهذا الله عز وجل يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين، اجعلنا للمتقين، خلينا قدوة إلى الناس، خلي بيوتنا محل أسوة للناس، خلي هذه البيوت تنير بالإيمان لكل الناس، خل هذه البيوت مضرب مثل أمام كل الناس في الإيمان والتقوى والحياء والعفة. وكيف يكون الواحد منهم وإذا هو قدوة لكل الناس؟ شوف هالأسرة هذه يرسم حياة ولده بعد كم؟ بعد 10 سنوات، بين شهادة الحسن وشهادة الحسين 10 سنوات، ثم يلتفت الإمام الحسن إلى ولده يعطيه وصية: إذا أردت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية، حياتك وسعادتك هنا، كن مع الحسين، جاهد بين يدي الحسين، قاتل دون الحسين. وفعلا حينما جاء إلى عمه يريد القتال منعه الحسين: ارجع إلى الخيمة. رجع إلى الخيمة نزل به الهم والحزن، فأقبل إلى أبي عبد الله بعد أن تذكر تلك العودة، فتحها وإذا هي وصية من عند من؟ من عند الحسن الزكي. الليلة القلوب كلها متوجهة إلى قبر الحسن، الليلة الليلة ها وين ما تروح الليلة وإذا اجتماع عند قبر الحسن، وإذا هذه القلوب تريد تكون هاللحظة عند قبر الحسن، روح إلى ذاك المكان بقلبك ها، خلي هالشموع الليلة تضيء في ذاك المكان، وسلم عليه من بعيد وقول له: ايش رايح تقول له؟ يلي تزور الحسن بوصيك بوصية، يلي تزور الحسن بوصيك بوصية، وقف على قبره ودموعك جري وقل له: يا ابو محمد ترى وفداك ردت خليه، يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة.
قوافل قوافل الليلة رايحة إلى قبر الحسن. شو تقول له بعد؟ قالوا يلي تزور انشان من اللي تبغي علوم برض المدينة والعلامة القبر. أيوة حسنا. ويلي تزور انشان مني تبغي علوم برض المدينة والعلامة القبر مهدوم وفي ذيك المنازل تصرخ البوم يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة. وإمامه وحسناه. وإذا الحسين حينما قرأ تلك الوصية سالت دموعه انحنت من الوجد ضلوعه وجه بقلبه ناحية المدينة واحنا وياه وصاح السلام عليك يا أبا محمد عز عليك أن ترانا بهذه الحالة وقد حاطت بنا الأعداء من كل جانب ومكان. ثم أمسك بيد القاسم حط شف جاسم بشفه وجاب الخيمة عياله وصاحب صوت يا زينب يا اخت الحرام خلت التهم اهدوم الحسن جيبهن لبسيهن للمشيه صارت في الخيم حله لعد جاسم يودعا ورملة صيح يمجنة أريد بعور سكتها وحيد ياض وعيوني وريد العور سكن شوفة. الله يبلغ كلهم في ولدها في خير وعافية. إذا بالحسين جاء به إلى الخيمات قال أخي زينب علي بصندوق الحسن أخرج من صندوق الحسن ثياب الحسن ألبسها القاسم ولكن بصورة الكفان فانفجعنا النساء وصحنا صيحة واحدة وحسنا وحسينا وقاسما إلا وإذا رمل تصيح صاحت يا حسين وخر عريس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزينة يحضروا زفافه وفيه ازواجه حافينا ايه احلى العشيرة للولد قاموا يزفوا. اسمع يا رملة اسمعي قالها يا رملة ان شاء الله الجاسم بعرسه واخذوا بجفوفه وبيدي المعرس ألبسه ويصير شايع عريس جاسم ماكو جنسه شايع عرس جاسم بكل محفل يذكره أنا لعمل له وليمة يا رملة تعجب الله واذبح ذبايح مثل خويا البطل
حسينا وإذا بالحسين نادى زينب أخية يلا وجه دعوة إلى الأحبة المن أوجه صاحت يا راكب ذلولك بالعجل ثور وعرج بمكة وصيح يا بدور ومر بالمدينة والدمع منثور وخلوا الزهرة تعزم الحور وزينوا المجالس ويا القصور واللي توخر مش معذور ترى عدنا عرس في يوم ترى عدنا عرس في يوم عاش. أخذ الحسين بيده ووقف على مرتفع وناداه يا الذي على المشرع ظلت رمي يا الذي على المشرع ظلت رمي هذا جاسم سافينا اقعد عاين وصل اسفافه وانا مفروض ما عندي بس حريم تجري ولا والقلوب مفتت أبو علي إذا ما عندك أحد ذيك الساعة ها هم شيعتك ها هم أحبتك كنا صيحة واحدة لبيك يا أبا عبد الله يا الذي على المشرع ظلت رمية هذا جاسم زافينا اقعد عايل وصل اسفافه وانا مفروض ما عند بس حريم تجري ولا والقلوب مفتت قوم بسك يا قمار عدنان من نوم التراب جلس أولاد أخوتك قوم وزفه وصل اسفافه وانا مفروض ما عندي وحسينا شمس أفق العلا بزغت بالكسوف لمصاب جرى في عرس الطفوف إذ مضى المستضام بفؤاد حزين نادبا صحبه صرعا بالصعيد يا أبا الفضل قم يا حبيبي يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب وهلموا جميع لزفافش وهلموا جميع لزفافش متبارك بهال يا حسن يا جاسم نزف اليوم قبل يذبحوا ايدن هض يا ابو فاضل يا الضغامل هذا ما هو قابل نسوى يسف بالمجتبى نادى والحزن بف يا سيد السادة جاسم يزفه
وحسينا. عظم الله أجوركم. أخذ الحسين بيده نادى: يا بنات علي وفاطم ودعوا، أقبلنا النساء حطنا بالشباب، هذه تشمه وتلك تضمه. وأقبلت إليه رملة، أخذت عزيزها وضمت إلى صدرها، قال أوصيك يما وصية، أوصيك يما وصية، سمعي اللفظ جوابي، شبان شبان لا سيلا شبتيهم بالله تذكر شبابي. عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني، آه محروم من شم الهوى من دون كل أحبابي. بينما الشباب مع رملة إلا والحسين ينادي: أمام مغير، أمام ناصر ينصرنا. أقبل الشباب ونحن معه صيحة واحدة: لبيك يا أبا عبد الله. أخذ الحسين بيده ضمه إلى صدره وانقلب إلى الميدان وحاطت به الرجال. يا الله، بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع عليه، فأقبل عليه الأزدي فاتحا باعه شاهرا سيفه، فضرب الشباب على رأسه. أيوة قاسما، سقط لوجه العار مناديا: أدركني يا حسين. أيوة حسين. أقبل الحسين إليه، حمل الشباب على صدره، يقول حميد بن مسلم: رأينا الحسين وقد حمل الشباب، لكن رأينا رجلي القاسم تخطان الأرض. قلت: سبحان الله، طول في القاسم قصر في الحسين. يقول: من جلت الغبرة إلا وظهر الحسين مكسور. ويلي جابه جابه ومدد ما بين أخوته، بيشعدهم يا ويلي يهم موته. أسمع سمعن النسوان النسوان صوت، إجت أمه تصيح: الله أكبر. تقول: لا مبارك من 70 ألف جابوا بدال الشمع، لأن الشاب زيتها الأمهات والأخوات. إذا وحدة فاقدة ولدها عزاها الليلة القاسم، قالت: كل أم ولد تدري بحالي، والله تدري بحالي وتدري بالولد يا ناس غالي، والله تدري بالولد يا ناس غالي، ترى والله وحشة عقب الليالي، إيه ترى والله وحشة عقب الليالي. آه وقاسمات